بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عودناكم طبعا بمنتجاتنا الطبية الجميلة الرائعة، جبت لكم النهاردة منتج جميل جدا، منتج لا غنى عنه في أي بيت، وهو جهاز أو ترمومتر الديجيتال. تمام، زي ما انتم شايفين شكل الكرتونة من الخارج بيكون بالشكل ده، ده طبعا بيكون ترمومتر ديجيتال رقمي. تمام حضراتكم، تعالوا نشوف شكل الترمومتر من الداخل بيكون شكله عامل ازاي. ده طبعا بيكون شكله زي ما انتم شايفينه بالشكل الجميل ده، ده هتقدروا تقيسوا بيه درجات الحرارة لأطفالنا الصغار والكبار. الصغيرين والكبار بيقدروا يستخدموه بكل سهولة، بيكون بالشكل ده. ده طبعا مزود بشاشة ديجيتال زي ما انتم شايفينها، ده بالبطارية، بيتركب له بطارية في الأسفل بسهولة جدا، يعني لما بتخلص البطارية بتقدروا تغيروه. تمام، وده بيكون زرار الباور للتشغيل، بتضغطوا عليه طبعا بيظهر اصفار هنا. تمام حضراتكم، وبتبداوا تقيسوا بيه عن طريق القطع اللي هي فوق اللي انتم شايفينها بالشكل ده. ده شكل ترمومتر الديجيتال المنزلي. تمام، جميل جدا، رائع، سعره هايل. لو حابين تطلبوه ولو حابين تستفسروا عنه عن اي شيء بتسيبونا تعليق اسفل الفيديو واحنا بنرد على حضراتكم. وبيوجد شحن لدينا لجميع المحافظات داخل وخارج مصر، وما تنسوش طبعا تدعمونا للقناة بلايك وسبسكرايب عشان يوصلكم منتجاتنا الطبية الجميلة الرائعة. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.